بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرة النهاردة بعنوان Lipogenesis، هنعمل فوكس على الفاتي أسيد سينثيسيس. في الأول هنبدأ بالستركتشر أوف فاتي أسيد. فاتي أسيد consists of hydrophobic hydrocarbon chain with a terminal carboxyl group. Thus, this fatty acid is amphiphilic. يعني إيه amphiphilic؟ يعني في جزء hydrophobic اللي هي الهيدروكربون تشين، وفي جزء تاني اللي هو الهيدروفيليك اللي هو الكربوكسايل جروب. يبقى ده الجزء اهو ال هنشاور عليه اللي هو الهيدروفوبيك اللي هو الهيدروكربون تشين، وفي جزء تاني اللي هو الهيدروفيليك اللي هو الكربوكسايل جروب. نيجي بقى للجزء بتاع الهيدروكربون تشين دي اللي هو الهيدروفوبيك بورت. دي موي may be saturated أو unsaturated. طيب يعني إيه saturated ويعني إيه unsaturated؟ ليه علاقة بإيه؟ هو المفروض ليه علاقة بوجود double bond ولا لا. فلو كان مفيش أي double bond زي التشين اللي قدامنا دي، دي مفيهاش أي double bond، دي double bond بتاعت ال COOH اللي هي carboxyl group. إنما الهيدروكربون تشين دي كلها مفيهاش أي double bond. إيه انما لو فيها double bond زي هنا او هنا، بتبقى اسمها unsaturated. طيب ال unsaturated دي بتتقسم يا اما mono unsaturated fatty acid فيها double bond واحدة اهي، او poly unsaturated اللي هي فيها كذا double bond. طب بناخد ال fatty acids دي منين؟ يا اما ناخدها من الدايت، يا إما بناخدها من lipolysis، يعني يكون عندنا تراي أسايل جلسرول زي ما هنقول بعد كده ونكسرها نطلع منها الفاتي أسيد، يا إما بنصنعها بحاجة اسمها دينوفوسينسيس اللي هو من الزيرو بوينت. أدي صورة تانية اهي للفاتي أسيد، إن هو بيكونتين لونج هيدروكربون تشين وترمينال كاربوكسايل جروب، ودي السورسز بتاعته. هنيجي بقى لأول حاجة، هو احنا الليبت يا اما بنعمل لها lipogenesis يعني بنصنعها، يا اما بنعمل لها lipolysis يعني بنكسرها. طيب lipogenesis ده موضوعنا النهاردة، ده بيعني esterification of fatty acids to glycerol. ليه؟ for the synthesis of triglycerides أو triacyl glycerol. ال triacyl glycerol دي بتتكون من glycerol molecule اللي هو ده الباك بون بتاعها، وده water soluble alcohol. بيحصل له esterification مع ايه؟ ال 3 fatty acids. ادي 1 2 3، يعني هو بيبقى عنده هنا سي اتش او اتش، وسي هنا هنا اتش، وهنا او اتش، وهنا سي اتش او اتش، وهنا سي اتش او اتش. هنا في 3 هيدروكسايل جروب اللي هي ايه؟ او اتش او اتش او اتش. طيب هيجي لها هنا الفاتي اسيد الاختصار بتاعه الاول ار 1 دي الهيدروكربون تشين، وسي او او اتش اللي هي الكربوكسايل جروب بتاعته. بناخد واحدة من الـ OH بتاعة الفاتي أسيد، ناخد الـ OH مع الـ H بتاعة الجليسرول، فطلعنا كده إيه؟ مية اللي هي طلعنا H2O، وعملنا كوندنسيشن لأول فاتي أسيد لينا هو. بعد ما اتحذفت الـ H والـ OH هنا بقى هنا في O اللي هي بتاعة الجليسرول وبقية الفاتي أسيد أهو. أدي أول واحد. وبعد كده بيحصل استريفيكيشن من الفاتي أسيد التاني اللي هو الار 2، بعد كده الفاتي أسيد التالت اللي هو الار 3. بنفس الطريقة ناخد او اتش من الفاتي أسيد، وناخد اتش من الجليسرول، ونطلع مية، ونبدأ ان احنا يبقى عندنا ادي التراي جليسرايد، وطلعنا من الرياكشن ده 3 ووتر موليكيولز. جم منين؟ ادي اللي هما الدوائر اللي محطوطة دي. طيب
عايزين نقول حاجة تانية، هو الفاتي أسيد ده بيبقى تشين هنوضحها بعد كده، في آخرها في طرف منها COOH اللي هي الكربوكسيل جروب، ودي بنسميها الكربوكسيليك إند، والطرف التاني بيبقى ميثايل جروب CH3 اللي هي في الإند التاني. الكلام ده هنستعمله بعد كده في النمبر بتاع عشان اعمل نمبرنج للكربونز بتاعه الفاتي اسيد. عمليه اللايبوجينيسيس دلوقتي معناها ان انا بصنع تراي اسايل جليسرول او تراي جليسرايدز، اللي هي بتتكون من ايه؟ من فاتي اسيد استريفايد تو الجليسرول. عملية اللايبوجينيسيس بتشمل ثلاث مراحل. أول مرحلة من احنا قلنا هي بتتكون من فاتي أسيد وبعد كده جليسرول. طب يبقى في مرحلتين تخص الفاتي أسيد. أول حاجة إن أنا أصنع الفاتي أسيد أصلا. احنا قلنا ممكن ناخده من الدايت وممكن نعمله بالدينوفو سينثيسيس. فغالبا احنا بنعمله بالدينوفو سينثيسيس. هنشوف ازاي، هو ده موضوعنا النهاردة. طيب انا صنعت الفاتي اسيد، لازم يبقى عندي الجليسرول في اكتف فورم بتاعه اللي هو الجليسرول فوسفيت، ولازم يبقى عندي الفاتي اسيد في الاكتف فورم بتاعه اللي هو الاسايل كو اي. بعد كده هنروح مركبين اللي هو الاثنين اكتف فورم على بعض، اللي هو اكتف فورم اوف جليسرول مع اكتف فورم كل واحد من الفاتي اسيد، نركبهم على بعض نعملهم استريفيكيشن، هيبقى كده صنعنا التراي اسايل جليسرول. النقطة اللي هنركز عليها دلوقتي هي الدينوفوسينسيس اوف فاتي اسيدز، اللي هي النقطة الأولى دي. سينسيس اوف فاتي اسيدز بيحصل في تو سيستمز، في سيتوزوليك سيستم وفي الميكروزومال سيستم. السيتوزوليك سيستم ده بيتم في السيتوبلازم، وده بنطلق عليه الدينوفوسينسيس اوف فاتي اسيدز، وده بيطلع لي في الآخر بالميتيك اسيد 16 كربون. طيب امال الميكروزومال سيستم ده فايدته ايه؟ ده مسؤول مش ان انا اصنع فاتي اسيد من الزيرو بوينت، لا ده مسؤول عن الالونجيشن اوف فاتي اسيد. This pathway utilize يعني use fatty acids derived from endogenous pathway like de novo lipogenesis as well as exogenous fatty acid derived from diet. يعني سواء احنا مصنعينها بالسيتوزوليك سيستم او سواء احنا اخدينها من الدايت بطول معين، احنا عايزين نعمل لها elongation، فنبدا ان احنا نستخدم الميكروزومال سيستم، وده بيتم فين؟ في الاندوبلازميك ريتيكولم. موضوعنا النهارده بقى هو الدينوفو سينسيس اوف فاتي اسيدز. ده هيشمل أربعة items. أول حاجة definition of de novo synthesis، site بتاعته، requirements and steps. هنبدأ دلوقتي بال de novo synthesis of fatty acids. نتكلم عليه، بنقول بس إن أغلب الفاتي acids اللي بناخدها في جسمنا أو اللي بتبقى موجودة في جسمنا دي بتبقى supplied by diet عن طريق ان الكربوهيدرات اند بروتينز اللي هم بيبقوا obtained from diet in excess of the body needs بيبقوا بيحصل لهم conversion into fatty acids، وبعد كده الفاتي acids بتتخزن as تراي اسايل جليسرول. عشان كده ممكن لو اخذنا الكربوهيدرات كتير بيحصل لنا obesity. الديفينيشن اوف de novo synthesis of fatty acids، it is a synthesis of palmitic acid اللي هو 16 كربون فاتي اسيد. بصنعه منين؟ بصنعه from acetyl coenzyme A او الacetyl CoA. sites بتاعتها زي ما قلنا بتحصل في السيتوزوليك سيستم اللي هو سيتوبلازم، والمين تيشوز اللي بيحصل فيها هما الليفر واللاكتيتنج ماماري جلاندز اند اديبوس تيشو. دلوقتي بقى عايزين نعرف ايه الريكويرمنتس اللي احنا عايزينها من موضوع الفاتي اسيد سينثيسيس. عشان نعمل فاتي اسيد محتاجين ايه؟ ليه؟ لان لازم نجهز كل حاجه
عندنا قبل التصنيع بتاعنا عشان تبقى جاهزة. نيجي نصنع نلاقي كل حاجة موجودة. أول حاجة اللي احنا قلنا نصنع البالماتيك أسيد من إيه؟ من أسيتايل كوإنزايم إيه؟ يبقى دي أول حاجة محتاجينها. الحاجة التانية محتاجين نال بي اتش بلس اتش، دي تاني حاجة. الحاجة التالتة محتاجين اي تي بي. الحاجة الرابعة محتاجين الإنزايم اللي هيصنع لي الكلام ده اسمه فاتي أسيد سينسيز كومبلكس، تمام؟ أول حاجة محتاجينها في requirements اللي هي الأسيتايل كو إنزايم A اللي هو الأسيتايل كو. في سؤال ممكن نيجي في الحتة دي، ممكن أقول لك what is the role of acetyl CoA in fatty acid synthesis، أو ممكن أقول لك what are the sources of carbons اللي هو carbon skeleton أو carbons أو carbon skeleton for palmitic acid synthesis، تمام؟ فدي لأن ده أول حاجة، إحنا من غير acetyl coenzyme مش هنقدر نصنع fatty acid. طيب يبقى it is the source of the carbon skeleton for palmitic acid. Acetyl CoA is 2A2C compound، يعني موجود فيه 2 carbons. طيب يبقى أنا محتاجة كام acetyl CoA علشان أصنع البالميتيك أسيد اللي هو 16 carbon؟ هو دوت ده المفروض هو ده ال source of carbons للبالميتيك أسيد. طب البالميتيك أسيد فيه 16 carbon، طيب يبقى أنا محتاجة كام acetyl CoA؟ إحنا محتاجين كده 8 acetyl coenzyme A. في مشكلة بسيطة جدا بالنسبة للأسيتايل كوإنزايم A. الأسيتايل كوإنزايم A ده مش بيبقى يقدر يعدي الميتوكوندريال ممبرين، ما بيقدرش يعدي الإينر ميتوكوندريال ممبرين، فبيبدأ يدخل هنا السيتوبلازم. هو المفروض بيتصنع في الايه؟ في الميتوكوندريال ماتريكس. المفروض احنا دلوقتي عايزين نصنع فين الفاتي اسيد؟ اتفقنا نصنعه في السيتوبلازم. طب يبقى لازم يخرج الاسيتايل كوإنزايم اللي هصنع منه ده يخرج من الميتوكوندريال ماتريكس انتو ايه؟ سيتوزول او سيتوبلازم. الكلام ده بيحصل عن طريق حاجة اسمها ستريت شاطل، يعني هيدخل للسيتوبلازم جوه حاجة تانية. The first step in the de novo fatty acid synthesis is the transfer of acetate units from the mitochondrial acetyl CoA to the cytosol. The CoA portion of the acetyl CoA can't cross the inner mitochondrial membrane. Only the acetyl portion، يبقى الجزء اللي هو ال CoA هو acetyl و CoA. CoA مش هيقدر يعدي خالص ال إيه؟ ال inner mitochondrial membrane. فكل اللي بيحصل هنا ال acetyl portion بيبدأ يعني entering لل cytosol as part of citrate، وده ال citrate دي بتتكون عن طريق ال condensation of oxaloacetate and acetyl. تعال نبص على الرسمة ونفهم عليها. ادي دلوقتي احنا كان عندنا في الميتوكوندريال ماتريكس اسيتايل كو، احنا قلنا كو اي مش هينفع يعدي الانر ميتوكوندريال ميمبرين، ادي الانر ميتوكوندريال ميمبرين وادي السيتوزول. فاحنا دلوقتي هو مش الكو اي ده مش هينفع ايه يعدي، فنبدا نعمل كوندنسيشن للاسيتايل كو اي مع الاوكسالو اسيتيت بانزيم اسمه سيتريت سينسيز. فهيبدا الكلام ده كو اي خلاص اسيتايل كو اي ده يسيب الكو اي، ويبدأ اللي هو الأسيتايل بورشن يتحد مع الأوكسالوأسيتيت ويكون سيتريت. سيتريت دي بقى عادي ممكن تعدي الإينر ميتوكوندريال ميمبرين وتطلع للسيتوزول. كل الفكرة دلوقتي إن هي دلوقتي سيتريت، فأنا عايزة أرجع أفكها تاني لأسيتايل كوي. فأدي عندي السيتريت دلوقتي طلعت للسيتوزول، فيبدأ يدخل لها كوي اللي كان طلع أصلاً جوه، يطلع يدخل لها كو اي في وجود الاي تي بي عن طريق حاجه اسمها اي تي بي سيتريت
لايز اللي هيبدأ يكسر الستريت ويكسر معاها الـ ATP، بيكسر الستريت والأجل الـ ATP بقى ADP بلس فوسفيت، ويبدأ بعد كده هتتقسم الستريت، مش هي كانت مكونة من أوكزالو أستيت وأستيل كو أي، تبدأ تتفك تاني بأوكزالو أستيت أند أستيل كو أي، وكده إحنا حصلنا على إيه؟ السيتوزوليك أستيل كو إنزيم أي. طب السؤال دلوقتي، هو احنا قلنا محتاجين كام اسيتايل كو اي يطلع لي في السيتوبلازم؟ احنا محتاجين 8 اسيتايل كو اي علشان نصنع ال 16 سي بالميتيك اسيد، لان الاسيتايل كو اي بتو كاربونز، يبقى احنا محتاجين 8 اسيتايل كو اي عشان نطلع 16 كربونه فاتي اسيد اللي هو البالميتيك اسيد. فعشان كده الستريت شاتل دي هتحصل 8 تايمز، يبقى هتحصل 8 مرات، كل مره تطلع لي واحد اسيتايل كو اي. سؤال هنا دلوقتي، الميتوكوندريال اسيتايل كو اي اللي هو جوه الميتوكوندريال ماتريكس طلع منين اصلا؟ ده برودوس باي ذا اوكسيديشن اوف بايروفيت. ماشي، احنا اي حاجه بيحصل، كل الكربوهيدرات والفات وال بروتين بتبدأ تدينا في الآخر أسيتايل كو اي اللي هو البريك داون بتاعه. فمينلي بيبقى الأكسيديشن أوف بايروفيت، ده أكتر كمية بتطلع من الأسيتايل كو اي جوه الميتوكوندريال ماتريكس كانت بتبقى جاية من بايروفيت. الحاجة التانية برضو زي ما قلنا بتيجي من كاتابوليزم أوف فاتي أسيدز وبرضو الكيتون بوديز، زي ما هنشوف بعد كده إن شاء الله في المحاضرات الجاية، وبرضو سيرتن أمينو أسيدز. تمام. طيب ايه السورس بقى بتاع الاوكزالو اسيتات؟ الاوكزالو اسيتات بيبقى produced by البايروفيت كاربوكسيلاز. طبعا الكلام ده اتاخد قبل كده في الجلوكونيوجينيسيس لما كنا بنيجي ادي الباسواي بتاع الجلايكوليسيس، قلنا فيه 3 irreversible steps اللي هما الهيكسوكاينيز والفوسفوفروكتوكاينيز 1 والبايروفيت كايناز. لما كنا بنيجي نقلب الرياكشنز ديت علشان في الجلايكوليسيس كنا بنقلب كل رياكشن بتبقى ريفرسبل ما عدا دول اللي هم ايرريفرسبل 3 ايرريفرسبل ستيبس. كان البايروفيت كايناز لما بنيجي نعمل نقلب الرياكشن ده كنا بنستخدم بايروفيت عشان نحولها لاوكزالو اسيتات عن طريق البايروفيت كاربوكسيلاز. يبقى احنا هنا ده الـ source of oxalo acetate اللي هيتحد مع الأسيتايل كو اي، ده أهم source. تاني حاجة في الـ requirements عندنا اللي هو الـ NAD BH plus H. الـ NAD BH plus H ده حاجة مهمة جدا في de novo synthesis of fatty acids. الميجور سورسز بتاعته هو الهكسوز مونوفوسفيت باسوي، ده الميجور سبلاير للناد بي اتش بلس اتش. 2 ناد بي اتش ار برودوسد فور اتش مولكيول اوف جلوكوز ذات انتر ذيس باسوي، يعني كل جلوكوز مولكيول بيدخل في الهكسوز مونوفوسفيت باسوي بيطلع لي 2 ناد بي اتش بلس اتش. طبعا احنا مش بنعمل بقى مولكيول واحد في الجلوكوز، لا احنا بنعمل اكتر من كده بكتير جدا. This pathway بيبقى موجود طبعا في حتت كتير، ولكنه particularly important in، لما اقول particularly important in يعني مهم جدا في حتت معينة بتستخدم الناد بي اتش بلس اتش تصنيع حاجة تانية. يعني هو مهم جدا في عشان الفاتي اسيد سينثيسيس، فاحنا لسه قايلين ان الفاتي اسيد سينثيسيس هيحصل فين؟ في الليفر واللاكتيتنج مامري جلاند والاديبوس تيشو، دول فبيبقى اكتف فيهم جدا الهكسوز مونوفوسفيت باسواي ده. برضو علشان اصنع الستيرويد هرمون، هو ده مش موضوع ده اللي موضوعنا، بس برضو هو بيبقى اكتف في حتت تانية اللي هي التستس والاوفرز والبلاسينتا والادرينال كورتكس اللي هي المفروض تصنع الستيرويد هرمونز، برضو بتعتمد على الناد بي اتش. بيبقى برضو اكتف في الاريثروسايتس اللي هي
بتبقى محتاجه جدا انها دي اتش ده تو كيب ذا جلوتاثيون ريديوسد. طبعا الكلام ده نقدر نرجع له في الجزء بتاع الهكسوز مونوفوسفات اصلا. طيب بالنسبه بقى في ماينور سورسز ممكن اطلع منها نادي اتش بلس غير الهكسوز مونوفوسفات باسورد. دول في اتنين رياكشن مهمين جدا. في حاجه اسمها السيتوزوليك مالك انزيم اللي هو نادي ديبندنت مالات دي هيدروجينز. سيتوزوليك كونفرشن اوف مالات تو بايروفيت in which malate is oxidized and decarboxylated. يعني هنبدأ ادي في رياكشن بيحول الماليت into pyruvate. في الرياكشن ده هيحصل حاجتين، هيحصل decarboxylation يعني بطلع هو CO2، وبيحصل oxidation واحنا اتفقنا oil rig اللي هي oil دي اللي هي oxidation is loss of hydrogen. فادي بيحصل ان الماليت دي بتطلع منها CO2 وبيطلع منها 2 هيدروجين بيتشالوا على الناد بي فبيطلع ناد بي H plus H. يبقى حصل oxidation and decarboxylation of the malate by the enzyme اللي موجود في السيتوزول اللي هو اسمه ناد بي dependent malate dehydrogenase او الاسم التاني بتاعه السيتوزوليك مالك انزيم. malate كان طب انا جبت اصلا الماليت منين بقى؟ دي كان arise from the reduction of oxaloacetate by cytosolic NAD H dependent malate dehydrogenase. يبقى ده بقى بيعتمد على ايه؟ على الناد H اللي هو بيعمل oxidation اللي هو بيعمل reduction للoxaloacetate. ادي الoxaloacetate المفروض هنا ادي C O هنا موجودة في الoxaloacetate والسي او دي هتضيف لها 2 هيدروجين فبقت هنا او اتش وبقت هنا اتش. يبقى انا عملت ايه؟ ريدكشن. ريدكشن از جين اللي هي رج بقى. ريدكشن از جين اوف هيدروجين فده اسمه سيتوزوليك ناد اتش. ناد اتش ده بيستخدم الناد اتش ديبندنت ماليت دي هيدروجينيز حول الاوكسالواسيتيت لماليت وبتبدا الماليت بعد كده بيحصل لها بقى بانزيم تاني ديبندنت على الناد بي مش الناد اتش اللي هو الماليت دي هيدروجينيز. بس ده ناد بي ديبندنت بقى ماليت دي هيدروجينيز. هما الاثنين كده ماليت دي هيدروجين بس ده ناد اتش ديبندنت وده ناد بي ديبندنت انزيم اللي هو ده اسمه المالك انزيم بقى اللي هو بنتكلم عليه دلوقتي. ده هيحول اللي هي الماليت لبيروفيت. المهم النت ريزلت بتاعتنا دلوقتي ايه؟ ان انا كونت ناد بي اتش بلس اتش اللي انا محتاجاه. يبقى ده ماينور سورس ليه. طيب one source of the cytosolic NAD H required for this reaction is that produced during glycolysis. يعني طب اي حد يجي يقول لي طب انا جبت منين اصلا اللي هو ال NAD H plus H ده جبته منين؟ ده بيبقى طالع اصلا احنا اتفقنا في الجلايكوليسيس بتطلع لي ناد اتش بلس اتش في الجلايكوليس فده بستخدمه بعد كده في الرياكشن. طيب الاوكسالو اسيتات جه منين؟ جه من الحته اللي احنا قلنا عليها طلعناه بنطلعه عن طريق الستريت شاتل منين؟ من الميتوكوندريال ماتريكس انتو ذا سيتوبلازم في صوره ستريت وبعد كده الستريت بتتفك بالاي تي بي ستريت لايز لاوكسالو اسيتات واسيتايل او اي. هو ده الاوكسال اسيتيت اللي باخده اعمل بيه رياكشن. يبقى الكلام ده انا استفدت منه الستريت شاتل طلعت لي الاسيتايل كو اي اللي انا هصنع بيه اصلا واحد اول واحد من الريكويرمنتس. طلعت لي تاني حاجه الاوكسال اسيتيت اللي ممكن يديني حاجه برده من الريكويرمنتس اللي هي الناد بي اتش بلس اتش. تاني حاجه في الماينور سورسز اللي هو السيتوزوليك ايزوستريت دي هيدروجين. كنا اخدنا حاجه اسمها كريبس سايكل او ترايكربوكسيليك اسيد سايكل كان فيها رياكشن اسمه ايزوستريت دي هيدروجينيز. بس كريبس سايكل دي اصلا بتحصل في الميتوكوندري انسايد ذا ميتوكوندري. في رياكشن بقى اللي هو الايزوستريت دي هيدروجينيز اللي هو كان
بيحول لي هنا الايزوستريت انتو الفا كيتو جلوتاريت اللي هو العليد اللي هو الستار دي. ده الانزيم ده بيبدا ان احنا يحول الايزوستريت لالفا كيتو جلوتاريت عن طريق ان هو بيعمل لها ايه، بيعمل لها اوكسيديشن وبيعمل لها دي كاربوكسيليشن، طلع سي او 2 وبيعمل لها ايه اوكسيديشن، يعني بيشيل منها 2 هيدروجين. الانزيم ايزوستريت دي هيدروجينيز، ده قلنا ليه باي فانكشنال انزيم، عشان بيعمل حاجتين، بيعمل اوكسيديشن وبيعمل دي كاربوكسيليشن. الانزيم ده ليه 2 ايزوفورمز، واحد فيهم ميتوكوندريال، ده بيستخدم الناد as a coenzyme او as a hydrogen carrier، وفي السيتوزوليك ايزوفورم ليه ده اللي بيستخدم الناد بي as a coenzyme او hydrogen carrier. يعني هنا اللي كان في inside the mitochondria ده كان بيستخدم الناد علشان يطلع ناد H plus H. امال السيتوزوليك ايزوفورم ده بيعمل ايه بقى؟ هيحول برضو الايزوستريت الى الفا كيتو جلوتاريت، بس اللي هو بس هيستخدم بدل ما يستخدم ناد يحوله ناد H plus H، لا هو يستخدم الناد B يحولها لناد BH plus H، فبالتالي هو source of ناد BH plus H اللي أنا محتاجاه في الفاتي acid synthesis. دلوقتي تالت حاجة احنا محتاجينها علشان نصنع الفاتي acids هي الفاتي acid synthesis complex، اللي هو بيتكون من two monomers، يعني it is a dimer of two monomers. The two monomers are arranged head to tail، يعني بمعنى الأول كل مونومر منهم بيبقى متكون من 7 enzymes، ادي 1 2 3 4 5 6 7 plus acyl carrier protein، بيبقوا arranged head to tail، بمعنى ان الهيد بتاعت المونومر، ادي الهيد وادي التيل، الهيد بتاعت المونومر الاول عند التيل بتاعت المونومر الثاني والعكس صحيح. طيب each fatty acid synthase monomer is formed of 7 different enzymatic activity زي ما قلنا مع acyl carrier protein، بس هي النقطة احنا في synthase هنحتاج 2 thiol group اللي هي SH group. كل monomer بيبقى المفروض فيه 2 thiol group، هي دي اللي هتشيل ال components اللي هنكون فيها، هتشيل acetyl CoA وهتشيل المالونيل CoA زي ما هنقول دلوقتي في synthase. فأول SH group بتبقى جاية من حاجة اسمها 4-phospho بانتثين، ده derivative of vitamin bantothenic acid، وده بيبقى ماسك في الأسايل كارير بروتين من كل مونومر، وهو ده السورس بتاع أول ثيول جروب. زي ما قلنا هو each monomer contain 2 terminal thiol group، واحدة عند الهيد وواحدة عند التيل، اللي هي عند التيل بتبقى جاية من الفور فوسفوبانتسين اللي هو ماسك في الأسايل كارير بروتين. التانية بقى بتيجي منين؟ من السيستين أمينو أسيد اللي هو بيبقى جاي موجود في الكيتو أسايل سينسيز إنزيم اللي موجود عند الهيد. طيب ايه فايدة بقى ان هم arranged head to tail؟ They are arranged head to tail so that the thiol group of acyl carrier protein in one monomer is very close to the SH group بتاعة الـ keto acyl synthase، عشان الـ SH بتاعة ده تبقى قريبة من ده والـ SH بتاعة ده تبقى قريبة من بتاعة الـ keto acyl synthase، تبقى قريبة من بتاعة الـ acyl carrier protein. هنشوف ليه دلوقتي. طيب ايه اللي بقى الستيبس اوف ذا دي نوفو سينثيسيس اوف فاتي اسيدز؟ الستيبس بتاعتنا اول حاجه ان انا اعمل السيتوزوليك اسيتايل كو اي زي ما قلنا قبل كده، تمام. الستيب الثانيه المفروض انا لما اقول لكم ايه هي الستيبس اوف دي نوفو سينثيسيس، هنبدا من اول البرودكشن اوف ذا سيتوزوليك اسيتايل كو اي. اتنين هي الكاربوكسيليشن اوف ذا اسيتايل CoA into manonyl CoA.
احنا قلنا علشان نصنع البالميتك اسيد المفروض ان احنا عندنا 8 اسيتايل كو اي، بس احنا مش بنخلي التمانية نستخدمهم از اسيتايل كو اي، وهنقول ليه دلوقتي. لا احنا بنبدا نعمل بنحول نسيب واحد ونبدا نحول 7 من الاسيتايل كو اي اللي عندنا انتو اي 7 مالونايل كو اي، يعني بنعمل الرياكشن ده لسبعة من الاسيتايل كو اي اللي عندنا. احنا المفروض عندنا 8، هنعمل كاربوكسيليشن لسبعة منهم ونسيب واحد. طيب الكاربوكسيليشن ده بيحصل ازاي؟ ادي الاسيتايل كو اي يتحول لمالونايل كو اي. كاربوكسيليشن معناها ان انا بدخل سي او 2، ولازم اي كاربوكسيليشن ان انا بحتاج معاه اي تي بي وبحتاج معاه فيتامين بايوتين اند مانجانيز از كو انزيمز. خلاص يبقى الكو انزيمز بتاعتها لازم نكتب هنا على السهم ايه بتاعنا، هو بايوتين اند مانجانيز، وبندخل ادي سي او 2 وبنفك اي 1 اي تي بي. ده اي كاربوكسيليشن. فدلوقتي احنا طلع لنا حولنا الاسيتايل كو اي انتو مالونايل كو اي. ايه الانزيم اللي بيعمل الرياكشن ده؟ اسمه اسيتايل كو اي كاربوكسيليز، اي سي سي، اسيتايل كو اي كاربوكسيليز اي سي سي. وده هو الكي انزيم for the de novo synthesis of palmitic acid. وبناء عليه الكاربوكسيليشن ده is both rate limiting and the regulatory step in fatty acid synthesis. يبقى ده الانزيم ده مهم جدا عشان اعمل regulation، هل هصنع fatty acids ولا مش هصنع. طب ايه regulation of the acetyl CoA carboxylase؟ في عندنا نوعين من regulation، في الالوستيريك regulation وفي الكوفالنت ريجوليشن. الالوستيريك ريجوليشن، الستيريك معناها سبستريت، يعني معناها ماده بتحفز او تظبط الايه الانزيم. الكوفالنت ريجوليشن ده مقصود بيه الفوسفوريليشن اند دي فوسفوريليشن. هنبدا اول حاجه الالوستيريك ريجوليشن، بنقول بس ان الانكتيف فورم اوف اسيتايل كو اي كاربوكسيليز از ا بروتومر، يعني دايمر. ادي دايمر من تو بروتينز مع بعضهم. تمام. The enzyme undergoes allosteric activation by مين اللي هيعمل له allosteric regulation؟ الستريت وال لونج تشين فاتي اسايل كو اي. بس الستريت هتحفز الانزيم، هتعمل ستيميوليشن للانزيم، انما اللونج تشين فاتي اسايل كو اي هتعمل انهبيشن، لان ده منطقي، لان انا دلوقتي بصنع فاتي اسيد، فلو عندي فاتي اسيد كتير اتصنع فهيبدا يعمل انهبيشن فور الكي انزيم ده. الستريت هتبدا تعمل لي ستيميوليشن، لما تعمل ستيميوليشن لل اي سي سي هتبدا تحول الانزيم دوت انتو بوليمر. بعد ما هو بروتومر هتحوله لبوليمر، يعني بتعمل الدايمرز تعمل لهم بوليمرايزيشن، بيبداوا هم يتجمعوا جنب بعض فبيعمل الاكتيف بوليمر. يبقى ده الانكتيف دايمر اتحول لاكتيف بوليمر. خلاص يبقى ده اسيتايل كو اي كاربوكسيليز اللي هو الاكتيف فور. هل هيحول لي بقى الاسيتايل كو اي انتو مالونايل كو اي زي ما قلنا السلايد اللي فاتت؟ طب منطقي بقى اللي هو اللونج تشين فاتي اسيد هيعمل ايه؟ هيرجعه تاني لل يبقى ان اكتيف دايمر، يعني هيعمل دي بوليمرايزيشن. طب دلوقتي بقى عايزين نفهم ليه الستريت بتبدا ان هي تعمل اكتيفيشن للانزيم اللي هو الاسيتايل كو اي كاربوكسيليز. بنقول دلوقتي ان هو الاسيتايل كو اي المفروض بيطلع للسيتوبلازم مستخبي جوه فين؟ جوه الستريت، عشان قلنا ان هو مش بيطلع يقدر يطلع لوحده، يسيب الكو اي بتاعه ويتخبى الاسيتايل بورشن يستخبى في الستريت مع الاوكسالو اسيتيت. طيب دلوقتي لو الستريت بتبقى هاي في السيتوبلازم، معنى كده اننا عندنا
اسيتايل كو اي مستخبي كتير جوه الستريت. اذا نقدر اذا كده عندنا اسيتايل كو اي كتير نقدر نستخدمه في الدي نوفو سينسز. انما العكس بقى اللونج تشين فاتي اسيد دي معناها اننا صنعنا وعملنا كمان الونجيشن فمش محتاجين هو لونج تشين يعني اكتر من البالميتك اسيد كمان. فمعناه ان احنا كده عملنا خلاص فاتي اسيد طويله جدا ومش محتاجين ان احنا نصنع الفاتي اسيد تاني فيبدا يحصل انهيبيشن ويقف الفاتي اسيد سينس. هنيجي دلوقتي لتاني طيب من الريجوليشن اللي هو كوفالنت ريجوليشن اللي هي عندنا فوسفوريليشن اند دي فوسفوريليشن. بنشبه الفوسفوريليشن والدي فوسفوريليشن لبروتين او انزيم بالقلم الجاف اللي هو ليه غطا. الغطا ده هو الفوسفيت والقلم هو الانزيم. لو الغطا ده محطوط على القلم مش هيكتب، يعني لو الفوسفيت على الانزيم مش هتكتب. لو هو الغطا ده اتشال بقى دي فوسفوريليتد، المفروض يبقى دي القاعده العامه في البايوكيمستري ما عدا عندنا اتنين اكسبشنز اللي هما الجلايكوجين فوسفوريليز ده اكسبشن ان كاربوهيدرات اللي هو بيكسر الجلايكوجين ده بيبقى الاكتيف فورم بتاعه فوسفوريليت. الاكسبشن بتاعنا في الليبت هو الهرمون سنسيتيف لايبيز اللي هو بيبدا ان هو لو فوسفوريليتد برضو بيبقى اكتيف. امال هنا بقى دلوقتي بالنسبه للاي سي سي الاكتيف اي سي سي اللي هو دي فوسفوريليتد بيتحول لان اكتيف فورم يعني فوسفوريليتد عن طريق حاجه اسمها البروتين كايناز. والبروتين كايناز ده اصلا بيبقى اكتيفيتد بحاجه اسمها السايكليك ام اللي بيجي عن طريق الادينايل سايكليز اللي بيحول الاي تي بي لسايكليك اي ام بي. السايكليك اي ام بي ده بيتكسر ل ام بي باي ذا فوسفو داي استريس. لما بيكون السايكليك اي ام بي بيبدا استيميليت البروتين كايناز اللي بيعمل فوسفوريليشن للاي سي سي. امال ايه الهرمون ريجيليشن بقى للموضوع ده؟ ان عندنا الابنفرين اند نور ابنفرين هيبداوا يعمل استيميليشن للبروتين كايناز يعني بيعملوا فيفورنج للايه؟ للدي فوسفوريليتد ان اكتف للفوسفوريليتد ان اكتف فورم. انما اللي هو الانسولين مثلا بيعمل انهبيشن لتكوين السايكليك ام بي عن طريق ان هو بينهبت الادينايل سايكليز وبالتالي مش هيبقى عندنا سايكليك ام بي فبيعمل فيفورنج للاكتيف فورم اللي هو الدي فوسفوريليت. يبقى عندنا دلوقتي الابنفرين النور ابنفرين بيستيميليت البروتين كايناز بياكتيفيت البروتين كايناز والانسولين والابنفرين اند جلوكاجون بيعملوا ستيميليشن للادينايل سايكليز. يعني الابنفرين كده عمل فيفورنج للفوسفوريليشن عن طريق حاجتين اكتيفيشن اوف ذا بروتين كايناز واكتيفيشن اوف ادينايل سايكليز ودول عباره عن انتي انسولين. يبقى الانسولين هيعمل العكس بتاعهم هيعمل انهبيشن فور ادينايل سايكليز وستيميليشن للفوسفوداي استريز اللي بيكسر السايكليك ام بي. يعني معناه ان هو مش هيخلي السايكليك ام بي موجود يعني مش هيبقى البروتين كايناز يبقى اكتيفيتد وبالتالي مش هيحصل الفوسفو ريليشن. الحاجه الثانيه ان الكافيين هيعمل انهبيشن للفوسفو داي استريز. وبناء عليه دلوقتي لما بيبقى عندنا احنا عاملين في احنا فاستنج يعني عايزين انرجي معناها ان مين اللي بيشتغل دلوقتي؟ الانتي انسولينز. الانتي انسولينز هتعمل فيفور الان اكتف اي سي سي اللي هو الفوسفوريليتد فورم وبالتالي بتخليه ان اكتف يعني بتقلل اللايبوجينيسيس وبتزود الايه اللايبوليسيس. طيب لو احنا بقى في فيد ستيت يعني عندنا انرجي من الجلوكوز مين اللي بيشتغل دلوقتي؟ هو الانسولين. والانسولين ده بيعمل فيفورنج للاكتيف اي سي سي اللي هو دي فوسفوريليتد فورم وبيعمل لايبوجينيسيس وبيقلل اللايبوليسيس. نرجع تاني كده ادي شكل الانزيم نفتكره اللي هو 7 انزيمز معاهم اسايل كارير بروتين. دلوقتي بقى هنبدا الستيبس بتاعه الفاتي اسيد سينثيز كومبلكس. ادي شكل احنا جايبين كده ايه الهيد والتيل في وان سايد من الانزيم. ادي الاسايل كارير بروتين
في SH group وادي السيستين بال SH group بتاعته خلاص. وقلنا الاثنين لازم يبقوا قريبين من بعض عشان دي هتشيل حاجات ودي هتشيل حاجات وهننقل حاجه من حاجه. فعايزين الهيد بتاعه وان مونومر تبقى قريبه من التيل بتاعه المونومر الثاني. اول ستيب عندنا a molecule of acetate is transferred from acetyl CoA to the SH group of the acyl carrier protein by enzyme called acetyl CoA acyl carrier protein acetyl transacylase. يعني هنقل دلوقتي الاسيتات هشيل الكو اي وببدا ان انا انقل الاسيتايل جروب دول للاس اتش بتاعه الاسايل كارير بروتين. ادي الفيرست ستيب ستيب 1. لو جينا نشوف كده ادي السي اتش 3 سي او اللي هي لونها احمر دي شلنا الكو اي اس اتش هيطلع بقى على هيئه كو اي اس اتش يعني هنشيل اتش من دي تروح لده وبتبدا ان هي تبقى تطلع بكو اي اس اتش وبعد كده الاس دي هتركب فيها الجزء سي اتش 3 سي او يبقى دي اسمها اسيتات مولكيول اوف اسيتات نقلناه من الاسيتايل كو اي انتو ذا اس اتش جروب اوف ذا اسايل كارير بروتين. الانزيم بتاعنا اسمه ايه؟ اسيتايل كو اي عشان انا بنقل الاسيتات من الاسيتايل كو اي اسايل كارير بروتين عشان هنقلها الاسايل كارير بروتين اسيتايل عشان اسيتايل اي ترانس اسايلز خلاص عشان هننقل الاسيتايل الاسيتات دي ستايل جروب انتو الاسايل كارير بروتين. هنيجي دلوقتي الستيب رقم 2. These two carbon fragment الاسيتات اللي احنا نقلناها دي من الاسيتايل كو اي بتبدا دي تو كربون كربون وكربون دي از ترانسفير تو ذا ثايول جروب اوف ا سيستين ريزيديو اون ذا انزيم. نبدا بعد كده مش احنا عندنا قلنا 2 اس اتش وعايزينهم جنب بعض. ليه احنا عايزينهم بقى جنب بعض؟ علشان هبدا انقل الاسيتات اللي انا اخدتها من الاسيتايل كو اي هنقلها من الاسايل كارير بروتين اوديها فين؟ هشيل ال H دي وابدأ احطها على ال SH جروب بتاعت ايه؟ السيستين. الكلام ده بيحصل بإنزيم بينقل ال ايه؟ الكلام ده الأسيتات. طيب this enzyme now is called acetyl enzyme. ما بقصدش الإنزيم اللي بتاع بيعمل الرياكشن اللي بالموف ده معناه الإنزيم بتاعي اللي هو الفاتي أسيد سينسيز ده بقى اسمه دلوقتي acetyl enzyme. ليه acetyl enzyme؟ عشان في acetyl group او acetate شايل دلوقتي acetate فبقى اسمه acetyl enzyme. الستيب دلوقتي اللي بعد كده ان احنا acetyl carrier protein accept a 3 carbon malonate unit from malonyl CoA تمام. احنا قلنا احنا كان عندنا دلوقتي نقلنا للسيتوبلازم 8 اسيتايل كو اي عشان ما انتهش ال 8 اسيتايل كو اي ده حولت منهم سبت واحد اللي هو استخدمته في اول مره اهو اللي هو الاسيتايل كو اي ده الوحيد اللي عندي من 8 اللي انا نقلتهم للسيتوبلازم بالستريت شاتل طبعا ده اول واحد استخدمته. امال السبعه الباقيين بقى عملت فيهم ايه؟ كنت حولتهم بالاسيتايل كو اي كاربوكسيليز انتو مالونايل كو اي. هبدا استخدم بقى في الستيب دي هبدا استخدم اول واحده من السبعه مالونايل كو اي اللي عندنا. ادي المالونايل كو اي ده 3 كاربون يونت خلاص. هنبدا نشيل الكو اي خلاص برده نفس الكلام ده دلوقتي فاضي يبقى رجعت اس اتش تاني تمام. طيب لان احنا شلنا اتش هنا دخلنا نزلناها وبعدين بدلنا يعني نزلنا الاتش هنا وطلعنا الاسيتات بقى دي فاضيه دلوقتي. هتعمل اكسبت لمين؟ للمالونايل كو اي للمالونات اللي هو من المالونايل كو اي. هيبدا تاخد تدخل مالونايل كو اي وتاخد منه المالونات يونت اللي هي 3 كربون. ادي اهي 1 2 3 خلاص دي اللي هي 3 كربون مالونيت وطلعنا
ال برضو الكو الكواش. خلاص شلنا الاتش وحطينا ركبنا ده على الاس هنا السايول جروب بتاعت الاسايل كارير بروتين. طيب الانزيم اللي بيعمل الموضوع ده اسمه ايه؟ دايما كده الجزء اللي بالازرق اللي هو الانزيم اللي بيعمل الستيب، الجزء اللي بيموف ده اسم الانزيم ده بعد ما اتشال عليه الكلام ده. فاللي بيعمل الستيب دي اسمه مالونايل كو اي، مالونايل كو اي اسايل كارير بروتين، عشان هيحمل على الاسايل كارير بروتين ترانس اسايليز زي اسم الاولاني برضو كان اسمه اسيتايل كو اي اسايل كارير بروتين ترانس اسايليز. لا ده بقى اسمه مالونايل كو اي اسايل كارير بروتين ترانس اسايليز. طب الانزيم ده اسمه ايه بقى دلوقتي؟ هو ده كان اسمه اسيتايل انزيم. طيب ده اسمه ايه بقى دلوقتي؟ اسمه اسيتايل مالونايل انزيم، يعني الانزيم اللي شايل اسيتايل هنا وشايل مالونايل، ده شايل اسيتايل جروب وده شايل مالونايل جروب. تمام؟ يبقى اسمه اسيتايل مالونايل انزيم. دلوقتي بقى عندنا هنقول ان الاسيتايل جروب اون ذا سيستين ريزيديو اللي هي على الاس اتش بتاعت السيستين هتبدا ان هي تعمل كوندنسيشن مع المالونايل جروب بتاعت الاسيتايل كارير بروتين اللي هي ماسكه الاس اتش بتاعت الاسيتايل كارير بروتين. في الستيب دي لما بنطلع كده بنشيل سي او 2 عشان نعرف نعمل الكوندنسيشن، يعني بنعمل دي كاربوكسيليشن. عايزين نلاحظ ان احنا كنا عندنا في الاول خالص ان احنا عندنا 8 اسيتايل كو اي وقلنا هنستخدمهم عشان نصنع 16 سيبالميتك اسيد. ليه حسبنا ان احنا عايزين 8 اسيتايل كو اي؟ عشان كل واحده من الاسيتايل كو اي فيها 2. طب تخيلوا كده لو انا ما كنتش حولت الاسيتايل كو اي 7 لمالونايل كو اي، كنا هنيجي في الخطوه دي المالونايل ده في 3 هنفقد هنا يبقى معانا 2، يبقى كده احنا تمام ممكن بال 8 اسيتايل كو اي اصنع ال 16 سي بالميتك اسيد. انما انا لو ما كنتش حولت هاجي في الخطوه دي لو كانت دي اسيتايل كو اي هيبدا ان انا افقد واحده، يبقى هيبقى معايا كربونه واحده بس. فهنا بلي اوريجينالي ادد اللي هو بالاسيتايل كو اي كاربوكسيليز بيحول الاسيتايل كو اي مالونايل كي اي بالكاربوكسيليشن، والسي او 2 اللي انا اضفتها هبدا ان انا اطلعها بالرياكشن ده اللي هو ايه؟ الدي كاربوكسيليشن. ده دلوقتي هيبدا عندنا ايه؟ هيبقى اسمه 3 ده بانزيم اسمه 3 كيتو اسايل كارير بروتين. لما اجي اتكلم في 3 يبقى بتكلم يا اما اقول 3 يا اما اقول بيتا. يعني ايه؟ دلوقتي الفاتي اسيد احنا اتفقنا ان هو في جنب منه في السي اتش 3 ميثايل جروب والجنب الثاني بيبقى فيه سي او او اتش. السي او اتش اللي هي تبقى لازقه في الايه؟ في الاس اتش، في الاس اتش هنا. يبقى من السايول جروب ابدا اعد دي الكربوكسيل، المفروض دي الكربوكسيل اند. خلاص الكربوكسيل اند دي لما بعد الكربون دي كربون نمبر 1، كربون نمبر 2، كربون نمبر 3. العد الثاني اول كربونه بعد الكربوكسيل جروب اللي هي بسميها الالفا كربون دي بسميها البيتا كربون. فهو هنا دلوقتي اللي بالموف ده الانزيم ده دلوقتي اسمه ايه اللي ماسك في الاي سي بي ده؟ هيبدا يبقى اسمه ال 3 كيتو اسايل انزيم 3 كيتو. 3 كيتو يعني ايه؟ يعني ادي الكربون نمبر 3 1 2 3 بقى فيها كيتون جروب اللي هي السي او، او بسميها بيتا كيتو اسايل انزيم اللي هو عند الكربون بيتا اللي هي دي الفا ودي بيتا بقى فيه كيتون جروب. والانزيم اللي بيعمل الموضوع ده اسمه 3 كيتو اسايل اي سي بي سينسيز او بيتا كيتو اسايل اي سي بي سينسيز. خلاص اللي هو الانزيم يعني اللي بيعمل سينسيز للبيتا كيتو اسايل انزيم اللي هو بيبقى شابك في مين؟ في الاي سي بي. ده سبب التسميه. ادي كيتو اسايل انزيم ده ماسك في الايه؟ في الاي سي بي. تمام كده؟ طيب نوضح اكتر. كل مالونايل كو اي عندنا
في الخطوة 4 ده احنا كل شوية بعد كده في السنسز عشان نطول كل مرة نحط كربون كربون نزود عدد الكربونز هندخل مالونايل كو ايه زي ما هنشوف. فكل مالونايل كو ايه بيدخل بيفقد سي او 2 في الخطوة 4 دي. فعلشان كده احنا حولنا 2 اسيتايل كو ايه الاسيتايل كو ايه بتاعنا اللي هو 2 كربون انتو مالونايل كو ايه بالكربوكسيليشن. اذا احنا بنضيف سي او 2 اللي احنا عارفين ان احنا بعد كده هنشيلها في الخطوه 4. إيه علشان احنا محتاجين الكربون بتاعه ال 8 اسيتايل كو ايه عشان في الاخر نعمل 16 سي بالميتيك اسيد. تمام كده؟ طيب فلو كنا احنا بنشتغل بالاسيتايل كو ايه من غير ما نحوله للمالونايل كو ايه لما تيجي الخطوه 4 هيخسر 1 سي. خلاص؟ وبالتالي احنا بنحوله في الاول لايه؟ بالكربوكسيليز انتو مالونايل كو. وصلنا كده دلوقتي ان احنا عملنا 3 كيتو اسايل انزيم اللي هو او بيتا كيتو اسايل انزيم. عن طريق ايه؟ عن طريق ان احنا نقلنا الاسيتات اللي موجوده في السيستين انتو المالونيت جروب اللي هي موجوده عند الاسايل كارير بروتين وبقت ماسكه في الاسايل كارير بروتين وعملنا دي اللي هي الكيتو كيتون جروب في البيتا كاربون. دلوقتي بقى the next three reactions اللي هم رقم 5 و6 و7 هيحصلوا في الكربونايل جروب اللي هي الكيتون جروب دي اللي موجودة على البيتا كاربون. ده هيعمل conversion للثلاثة كيتو اسايل جروب اللي احنا اتكلمنا عليها into the corresponding saturated acyl group. saturated يعني ايه؟ يعني ما فيهاش double bond اللي هي هنا. ده هيحصل ب pair of reduction by pair of reduction. يعني هنعمل reduction هنا وهنعمل reduction هنا. واحنا اتفقنا ايه؟ ده تاني حاجة هستخدمناها. يبقى احنا استخدمنا acetyl CoA ايه؟ هنستخدم NAD BH plus H اللي احنا كنا قلنا تاني حاجة في requirements بتاعتها وقلنا لازم نكون مجهزين كل حاجة. فادي ريدكشن في الخطوه رقم 5 وادي ريدكشن تاني في الخطوه رقم 7. دخلنا هيدروجين ريدكشن يعني بندخل هيدروجين. وبين الاثنين ريدكشن دول في ديهايدريشن ستيب بتوين ذا ريدكشن اللي هي ايه؟ خطوه رقم 6 بشيل ميه الديهايدريشن. طيب في الخطوه دي هنستخدم اول ناد BH plus H دي كانت الخطوة 4 اللي هي حولنا عملنا condensation بالdecarboxylation وعملنا الكيتو 3 كيتو اسايل انزيم. نبدأ بالخمسة دي هنبدأ بانزيم اسمه 3 كيتو اسايل ACB reductase عشان هيعمل reduction. هيبدأ يدخل 2H هيدخل ال 2H عند البيتا كربون. احنا قلنا كل reaction اللي جاية في ال 3 step 5 و 6 و 7 هتحصل في الايه؟ في البيتا كربون او الكربون 3 اللي هي هيبدا يدخل هنا ايه؟ ادي اتش واتش دخلت هنا ادي اتش واتش عند الكربونايل جروب هنا. فكون لي حاجه اسمها بقى ايه؟ بدل 3 كيتو اسايل انزيم دي 3 ودي برضه 3 يبقى دي اسمه 3 هيدروكسي اسايل انزيم. يعني في هيدروكسايل جروب في الكربون نمبر 3. الخطوه رقم 6 بيحصل قلنا هما قلنا في 2 ريدكشن ستيبس وبينهم ديهايدريشن. دي اللي بينهم بقى اللي هي الديهايدريشن ستيب بنطلع مولكيول اوف ووتر از ريموفد تو انتروديوس ا دبل بوند بتوين ذا كربون 3 اند كربون 2. هنعمل دبل بوند بين البيتا كربون وبين الالفا كربون. ليه؟ عن طريق ان احنا شلنا ووتر. هنشيل هنا ال H هنا كان في هنا A O H و A و H هنا و H. فاحنا هنا لما نشيل O H من البيتا وبنشيل H من الالفا يبقى احنا هنا هنبدا ان احنا نعمل ايه؟ دي بقت نحط ال H هنا فبقت C H ودي كانت C H وشلنا منها H يبقى ايه؟ بقت C H. يبقى احنا شلنا ال O H من البيتا وشلنا H من الايه؟ من الالفا كربون. وطبعا دلوقتي نقصت البوندز بتاعتها فكده لازم اعمل ايه؟ دبل بوند بين الالفا والبيتا. يبقى a molecule of water is removed
to introduce a double bond between carbon 2 and carbon 3. Carbon 2 اللي هي الالفا وكربون 3 اللي هي البيتا. وده بيحصل بحاجة اسمها, احنا قلنا ده اسمه هيدروكسي اسايل انزيم. ده هيحصل بانزيم اسمه 3 هيدروكسي اسايل اي سي بي دي هيدراتيز. دي هيدراتيز عشان بيعمل دي هيدريشن, يعني بيشيل مية. طب ايه ريزلت عندنا دلوقتي؟ عندنا 4 كربون ايه unsaturated acyl enzyme. مادام في دبل بونت يبقى unsaturated enzyme. ادي هنا كام كربون؟ 1 2 3 4. يبقى بقى عندنا 4 كربون unsaturated acyl enzyme, او بنسميه ايه الفا بيتا, او 2 ل 3 ترانس انويل انزيم. كلمه انويل دي بتبقى اي حاجه فيها دبل بوند بنسميها انويل. امال يعني ايه ترانس؟ ترانس يعني إيه؟ بتبقى الدبل بوند ترتيب الاتش بالمنظر ده. لما تبقى الاتش على سايد واحد من في الكونفيجريشن بتاع الفاتي اسيد يبقى بسميها سيس. لما بيبقوا على 2 سايد كده بيبقى بسميها ايه؟ ترانس. خلاص. فهنا المفروض سي اتش دي تحت ودي فوق لو شفنا في الكونفيجريشن, فبتبقى اسمها ترانس. فهنا دلوقتي اسمه الفا بيتا ترانس انويل انزيم, او 2 3 ترانس انويل انزيم, او الفا بيتا انساتوريتد انزيم, او 2 3 انساتوريتد انزيم. اي اسم من الاسامي دي كلها بتوصف الانزيم ده. الخطوة اللي بعد كده ان احنا هنعمل ايه؟ احنا عايزين نحوله للايه؟ نشيل الدبل بوند. ماشي؟ عايزين نحوله لساتوريتد فاتي اسيد, مش عايزينه انساتوريتد, عشان بعد كده عايزين نكون بالماتيك اسيد. فهنبدأ ان احنا نعمل ايه؟ دلوقتي هو 4 كربون, فبنبدأ ان احنا نعمل الريدكشن التاني. هو دلوقتي خلاص 4 كربون دي 4 كربون, بس ده في دبل بوند. انا عايز اشيل دلوقتي الدبل بوند دي. اشيلها ازاي؟ ان انا ابدا ادخل لها, اشبع الايه؟ الكربونه دي, اعمل لها ساتوريشن. فابدا ادخل لها هنا, استخدم النت دي بي اتش بلس اتش الثاني والرياكشن اللي هو ريدكشن الثاني. ابدا ان انا احط اتش هنا واتش هنا, واحده على الالفا واحده على البيتا, فبقت سي اتش 2 سي اتش 2. فهنا ده بانزيم اسمه 2 3 ترانس انويل ريدكتيز. مش هو ده كان اسمه 2 3 ترانس انويل انزيم؟ طيب يبقى ده 2 3 ترانس انويل ريدكتيز اللي هيعمل ريدكشن للايه؟ لل 2 3 ترانس انويل انزيم. فهيطلع لي دلوقتي ايه؟ حاجه اسمها الاسايل انزيم اتاتش تو ذا اي سي بي اللي هو الاسايل كارير بروتين. ده بيتكون من كام كربون دلوقتي؟ 1 2 3 4. ده 4 كربون ساتوريتد فاتي اسيد اللي هو البيوترايل اسايل كارير بروتين. بس انا مش عايزه اصنع 4, انا عايزه لسه اكمل علشان اعمل بالميتيك اسيد. هنشوف الوقت. طيب دلوقتي احنا لغايه هنا عملنا 7 خطوات. The result of these 7 steps is the production of 4 carbon compound, butyryl compound with whose 3 terminal carbons are fully saturated. ادي ده 1 2 3 التيرمينال كاربونز بتوعه, ده هنا التيرمينال عشان ده CH3 end. فالتيرمينال كاربون دول بيبقوا fully saturated and attached to the ACB, لسه ماسك في الACB. طيب ادي رسمة على بعضهم. ادي دخلنا اسيتايل جروب, بعد كده نقلناها من الACB للسيستين, بعد كده دخلنا المالونايل جروب عند الACB, بعد كده عملنا كوندنسيشن اللي هو جبنا الاسيتات عند المالونيت فبقى ماسكه هنا في الاي سي بي. بعد كده بعمل 2 ريدكشن ستيب وبينهم الدي هيدريشن ستيب. النتيجه ان احنا كوننا ايه؟ اللي هو ال 4 كربون ساتوريتد فاتي اسايل اي سي بي. خلاص. طيب ال 7 ستيبس دول بنبدا نعيدهم تاني من اول الخطوه الثانيه. يعني انا خلاص مش هدخل اسيتايل كو ايه تاني بقى, لا هبدا اعيد من اول هنا. بمعنى انا هنا كنت بنقل الاسيتايل جروب من الاي سي بي للسيستين,
طيب هنا بقى هنقل الفور كربون ساتوريتد جروب دي فاتي اسايل جروب للسيستين، هبدا انقل، يبقى عدت ستيب رقم 2 وببدا ادخل تاني واحد من المالونايل كو اي. يبقى انا دلوقتي استخدمت لغايه دلوقتي كام؟ 2 مالونايل كو اي، استخدمت الاسيتايل كو اي الاولاني، احنا كنا عندنا 1 اسيتايل كو اي و7 مالونايل كو اي. اول واحد هنستخدمه في اول ستيب سيستم مش هنعيد تاني. وبعدين استخدمت اول مالونايل كو اي اهو، دخلت تاني مالونايل كو اي، هدخله فين؟ عند الاي سي بي. طيب بعد كده ابدا اعمل برضو كوندنسيشن، انزل اللي هي الجروب دي انزلها للمالونايل كو اي واطلع سي او 2، وببدا اعمل برضو 2 ريدكشن وواحده ديهايدريشن ستيب. يبقى انا بعيد these steps are repeated من اول ستيب رقم 2 لغايه ستيب رقم 7 اهو، بعيد 2 جنبها بلس اهي، يبقى ده انا بعيد هنا 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7. نتيجة ان انا دخلت المالونايل جروب دي، مالونايل جروب كان فيها 3 حطيتها وطلعت بعد كده CO2، يبقى انا اللي اتبقى لي كام؟ من ده 3 طلعت منه واحدة يبقى 2، يبقى انا ضفت 2 كربون. يبقى بعد ما اخلص ال 7 ستيب السايكل الثانية بقى زودت هنا بدل ما كان 4 كربون فاتي اسيد بقوا كام؟ 6 كربون فاتي اسيد اللي هو الهيكسانويل اسايل كارير بروتين. يبقى نفهم كده these steps are repeated the transfer of the butyryl chain from the acyl carrier protein to the cysteine. تمام. بعد كده the attachment of a molecule of malonate للacyl carrier protein، هنبدا ندخل ادي المالونيت، وبعد كده بنعمل condensation of the two molecules liberating CO2. بعد كده ببدا ان انا اعمل الكربونايل جروب او البيتا كربون. هي البيتا كربون هنا فين بقى؟ ادي اللي هي دايما الاس اتش جروب، من بعدها ايه؟ كربوكسيل جروب. يبقى دي الفا ودي بيتا بتاعت اللي هما 6 كربون ده، فببدا ان انا ابدا اعمل لها ايه؟ ادي البيتا دي، ابدا اللي عليها ستار دي، ابدا ان انا اعمل لها الاثنين ريدكشن واللي بينهم واحد دي هايدريشن، طلعت بعد كده 6 كربون يونت. خلاص كده يبقى طول معايا الفاتي اسيد دلوقتي او الاسايل جروب ل 6 كربون. تمام. طيب هبدا اعيد الكلام ده تاني. This cycle of reaction is repeated 5 times more. ليه 5 times؟ ليه هعيدها 5 times؟ مش انا دلوقتي كان عندي 7 مالونايل كو اي، انا استخدمت منهم كام؟ 1 2، يعني 8 اسيتايل كو اي، احنا 8 اسيتايل كو اي هيطلعوا لي بالميتيك اسيد، ادي اول اسيتايل كو اي وادي الاثنين مالونايل كو اي، يبقى انا استخدمت 2 من 5 2 من 7، يبقى فاضل لي كام؟ ما استخدمتهمش 5. يبقى انا هعيد الستبس 5 مرات، كل مره بدخل مالونايل كو اي من الخمسه اللي فاضل. خلاص. يبقى انا هنا repeated step 2 ل 7 5 times more each time incorporating a 2 carbon unit. ليه؟ لان انا بدخل 3 مالونيت وبشيل منها واحده إيه، فبيتفضل لي في الايه؟ في الاخر 2. يبقى انا ضفت هنا 2 carbon unit derived from the malonyl CoA into the growing fatty acid chain عند الكربوكسيل end. بضيفها فين؟ عند الكربوكسيل end. ببدأ أعيد 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 لغاية لما استهلك كل الخمسة مالونايل كو إيه. خلاص كده أنا استخدمت الخمسة الفاضلين، يبقى أنا أخدت السبعة مالونايل كو إيه وواحد أسيتايل كو إيه، يبقى أنا كده هينتج لي في الآخر هينتج إيه؟ وين ذا فاتي أسيد ريتشز ألينث أوف 16 كربون، هو ده اسمه البالميتيك أسيد. فببدأ ان انا خلاص انا كده ماسك في الاسايل كارير بروتين، ماسك فيه البالميتيك اسيد، بس مش هيفضل ماسك في الاسايل كارير بروتين، لازم يبدا ان انا كل مره بضيف 2 كربون بضيف 2 كربون لغايه لما تكون لي البالميتيك اسيد، لازم اقطعه بقى من الفاتي اسيد سينثيز كومبلكس، مش هيفضل ماسك فيه كده، لازم اقطعه من الاسايل كارير بروتين. فبيدخل هنا انزيم اسمه بالميتويل سايو استريز،
ده بالميتويل ليه؟ لان هو بيقطع البالميتيك اسيد which cleaves the thioester bond. ادي الاس دي كانت هنا المفروض اس اتش فهيضيف لها اتش ويبدا يقطع يطلع البالميتيك اسيد. رجع هنا دلوقتي بالميتيك اسيد ورجع دي اس اتش تاني جاهزه ان هي تستقبل اسيتايل كو اي تاني ونعيد الموضوع تاني علشان نصنع بالميتيك اسيد تاني وهكذا. فهنا بيريزلت على الفولي ساتوريتد موليكيول اوف بالميتيت اللي هو 16 كربون. طب نستنتج من هنا ان all carbons in the palmitic acid have passed through the malonyl CoA except the two donated carbons by the original acetyl CoA. يعني كده كل الكربونز اللي انا بضيفها جايه من مين؟ من المالونيل CoA ما عدا اول اتنين كربون بس هم اللي بيبقوا جايين من مين؟ من الاسيتايل CoA الاوريجينال اللي انا دخلته في اول ست. طيب اللي هما الاثنين كربون دول موجودين عند ايه؟ عند الاوميجا اند اللي هي عند الميثايل جروب. ليه؟ لان هنا ده بصوا ده دلوقتي دي الاسيتايل جروب اهي وادي الاسيتايل جروب اهي موجوده فين؟ ادي في الاوميجا اند، ادي الاوميجا اند اللي كان فيها الاسيتايل جروب. امال انا بضيف فين بقى؟ بضيف هنا المالونيل كو اي جوه. يبقى هنا الاثنين كربون دول السورس بتاع اتنين كربون اللي عند الاوميجا اند دول جايين من الاسيتايل كو اي. دلوقتي احنا وصلنا ان احنا هنراجع تاني كده ده الانزيم بتاعنا الفاتي اسيد سينثيز كومبلكس ده استخدمنا فيه السيفن انزيمز بتوعنا في السيفن ستيبس اللي احنا اتكلمنا عليها. هنعمل سامري للي احنا قلناه. بنتكلم على ان احنا دلوقتي عندنا سبع انزيمات، سبع انزيمز، واحد اتنين تلاتة اربعة، ده يعني بتتنقل على طول دي تبع الانزيم ده، يبقى دي ادي انزيم اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة، واخر انزيم اللي هو ايه؟ السايوستريز اللي بيقطع البالميتيك اسيد. خمسة من السبع انزيمز دول هيشتغلوا في كل السايكلز. ليه؟ ادي ده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، خمس انزيمات. في بقى تو انزيمز من السبعة، واحد هيشتغل في اول سايكل بس لان احنا عندنا واحد بس اسيتايل كو اي اللي هو هيبقى الانزيم اللي هو اسيتايل كو اي اسايل كارير بروتين اسيتايل ترانس اسايليز، هو ده هيشتغل في اول مرة بس. بعد كده انا لما بعيد ما بستخدمش خالص، يبقى هيشتغل في السايكل الاولى بس. طيب والانزيم الثاني اللي هو البالميتويل سايو استريز ده اللي هيقطع البالميتيك اسيد من الفاتي اسيد سينثيز كومبلكس، فيبدا ان هو او من الاسايل كارير بروتين يعني معنى صح، فيبدا ان هو ده البالميتويل سايو استريز ده يشتغل في اخر سايكل بعد ما نكون البالميتيك اسيد. تمام كده. طيب الحاجه الثانيه اللي عايزين نقولها، في اتنين ستارز لونهم يلو اهو، دول بيوروني ان انا بحتاج اتنين نال بي اتش بلس اتش بير سايكل. يعني دي السايكل الاولى اهي احتجت فيها اتنين نال بي اتش بلس اتش عشان بعمل اتنين ريدكشن في كل سايكل. خلاص يبقى انا محتاجه كام عشان اكون البالميتيك اسيد؟ هضرب اتنين في سبعة سايكلز يبقى يطلعوا 14 نال بي اتش بلس اتش علشان اكون ال 16 سي بالميتيك اسيد. كنا اتفقنا ان احنا في السينثيز اوف فاتي اسيد في حاجات بنصنع من الدينوفو سينثيز عشان نصنع اصلا فاتي اسيد، وممكن ان انا اعمل الونجيشن للفاتي اسيد لان اكيد مش احنا يعني محتاجين فاتي اسيد اكتر من 16 كربون. فنبدا في سيستم للالونجيشن اسمه الميكروزومال سيستم في الاندوبلازميك ريتيكولوم. For further elongation of fatty acid يعني for further elongation للبالميتات اللي هو 16 كربون fully saturated long chain fatty acid اللي هو كان the primary end product للفاتي acid synthase activity ده الالونجيشن ده بيحصل by the addition of two carbon units في السموث endoplasmic reticulum. والالونجيشن ده require a system of separate enzymes rather than multifunctional enzyme، يعني مش انزيم واحد فيه كذا
enzymatic activity، لا هو separate enzymes. اللي بيحصل فيها ان بيبقى المالونيلكو A is the 2 carbon donor والنات BH ده supply الالكترونز. احنا زي ما كنا بنحتاج في الدينوفوسينسيس برضو مالونيلكو A واستيلكو A، لا ده هنا بقى هنضيف برضو مالونيلكو A علشان نطول زي ما كنا استخدمنا الاستيلكو A اول مرة، وبعد كده بنبدأ نطول لغاية لما نوصل للبالميتات بايه بالاديشن للمالونيلكو A. برضو هنا في الالونجيشن هيبقى المالونيلكو A هو السورس اوف 2 كربون اللي بتزيد كل مره، والنات بي اتش بلس اتش هو ده اللي بيعمل سبلاي للهيدروجنز. ده في كل التيشوز. البرين بقى ليه اديشنال الونجيشن كابابيلتيز allowing it to produce a very long chain fatty acids اللي هي اكتر من 22 كربون required for the synthesis of brain lipids. طب زي ما ده saturated fatty acid اللي هو البالماتيك اسيد، اكيد احنا برضو عايزين unsaturated fatty acids. في انزيم اللي هي desaturases are also present في smooth endoplasmic reticulum responsible for the desaturation، يعني بتقاد double bond وبتكون دي unsaturated fatty acids. دلوقتي احنا صنعنا الفاتي اسيدز اللي هي اول حاجه محتاجينها علشان اصنع تراي اسايل كوليسترول. الفاتي اسيدز بتتخزن في الجسم على هيئه تراي اسايل كوليسترول، يعني فاتي اسيدز زي ما اتكلمنا استيريفايد ثرو زير كاربوكسيل جروب للجليسترول resulting in loss of negative charge بتاعه الكاربوكسيل جروبس دول وفورميشن اوف ذا نيوترال فات. ده هو ادي الشكل اللي اتكلمنا فيه قبل كده، ان الفاتي اسيدز بتحصل لها كوندنسيشن مع الجليسترول وبيطلع 3 مولكيولز اوف ووتر وبيكون لي التراي اسايل جليسترول. تراي اسايل تراي يعني 3 واسايل يعني فاتي اسيد وجليسترول عشان هو مولكيول واحد من الجليسترول، يبقى تراي اسايل جليسترول او تراي جليسترولز. اتفقنا دلوقتي عشان نعمل لايبوجينيسيس لازم يبقى عندي نعمل فاتي اسيدز اول بالدينوفوسينس اللي اتكلمنا عليها. الحاجه الثانيه اعمل الاكتف فورم بتاع الجليسرول اللي هو جليسرول فوسفيت. الحاجه الثانيه ان انا اعمل الاكتف فورم اوف فاتي اسيد اللي هو الاسايل كو اي. ازاي احول الفاتي اسيد تو اتس اكتف فورم اللي هو الاسايل كو اي؟ كان برياكشن الفاتي اسيد بيدخل له كو انزيم اي بانزيم اسمه اسايل كو اي سينسيتيز. وعايزه الفت نظركم لحاجه، فيه بنسمع حاجه اسمها سينثيز واسمع حاجه اسمها سينسيتيز. ايه الفرق؟ السينثيز حاجه بتعمل سينثيز مش محتاجه اي تي بي، انما السينسيتيز لازم هيدخل له اي تي بي. يبقى لما اسمع كلمه سينسيتيز يبقى لازم احط على السهم ان انا ادخل اي تي بي يتحول لاي ام بي وفوسفيت. خلاص ادي الفاتي اسيد مع الكو انزيم اي بالاسايل كو اي سينسيتيز هيعمل لي فاتي اسايل كو اي. ادي هاخد هنا مش الار سي او او اتش، ماشي ده الهيدروكربون تشين ودي الكربوكسيليك جروب. فهنا هشيل اللي هي الاو اتش من هنا وهشيل اتش من هنا فبقت كو اي اس هحطه جنب، وهنا شلت الاو اتش دي فهتبقى الار سي او اس كو اي وبطلع مولكيول من الاي ووتر. اخدت الووتر هي طلعت او اتش من هنا واتش من هنا واركب الاثنين على بعض فبقى اسمه فاتي اسايل كو اي اللي هو الاكتف فورم اوف ذا اي فاتي اسيد. الحاجه الثانيه ان انا اصنع الاكتف فورم اوف جليسترول سينسز اوف ذا جليسترول فوسفيت اللي هو الاكتف فورم اوف جليسترول اوكير باي تو باسويز خلاص اند باي تو انزيمز. في عندنا الانزيم اللي هو جليسرول 3 فوسفات دي هيدروجينيز، ده بيبقى موجود في الليفر وفي الاديبوز تيشو في الاثنين. بيجي منين؟ ادي جلوكوز بجلايكوليسيس ادتني داي هيدروكسي اسيتون فوسفات. لو رجعنا كده للجلايكوليسيس هنلاقي ان احنا بنوصل في الاخر ان احنا بيبقى عندنا داي هيدروكسي اسيتون فوسفات. الداي هيدروكسي اسيتون فوسفات بيتحول بالانزيم جليسرول فوسفات دي هيدروجينيز اللي بيدخل عن طريق ان هو بيعمل ريدكشن للداي هيدروكسي اسيتون فوسفيت بيدخله هيدروجين فبيبدا ان هو يتحول لجليسرول
فوسفيت. نرجع كده للجلايكولوسيس هنلاقي الرياكشن ده بيحصل عندنا. يبقى ده produced from glucose using first the reaction of the glycolytic pathway to produce the dihydroxyacetone phosphate. Next, the dihydroxyacetone phosphate is reduced by glycerol phosphate dehydrogenase to glycerol phosphate. يبقى ده أول reaction بيكون لي الactive form of glycerol اللي هو glycerol phosphate بإنزيم اسمه إيه؟ glycerol 3 phosphate dehydrogenase. لو لاحظنا إن الرياكشن ده هيحصل هو في الليفر والجلايكوليسيس برضه بتحصل في الأديبوز تيشو وتكون لي الجلسرول فوسفيت. الرياكشن التاني هو الجلسرول كاينيز وده مش موجود إلا في الليفر والكيدني بس مش موجود في الأديبوز تيشو. فده بيحول الفري جلسرول تو جلسرول فوسفيت. آدي الجلسرول لما بيدخل هنا فبيتحول هنا بجلسرول كاينيز. كاينيز يعني إيه؟ بيدخل فوسفيت. يعني هيجيب الفوسفيت منين؟ هيجيبها من الاي تي بي اللي هيتحول لاي دي بي وبيتكون جلسرول فوسفيت. يعني كده ايه الحكايه بقى؟ يعني كده لو حصل لايبوليسيس في الاديبوز تيشو كسرت التراي اسايل جلسرول لجلسرول وفوسفيت وحبينا ان احنا نصنع الفاتي اسيدز نصنع التراي اسايل جلسرول تاني مش هنقدر نعمل الجليسرول فوسفيت اللي هو الاكتيف فورم الا لو طلع لو الجليسرول اللي طلع من اللايبوليسيس في الاديبوز تيشو راح للليفر او الكيدني ويبدا يتحول للاكتيف فورم بتاعه اللي هو الجليسرول فوسفيت. ده هنتكلم عليه بالتفصيل في اللايبوليسيس. يبقى احنا هنا تاني عندنا عشان اصنع الاكتيف فورم اوف جليسرول اللي هو الجليسرول فوسفيت عندنا اتنين باسوي اللي هو الباسوي اللي بيستخدم الجلسرول 3 فوسفيت ديهايدروجينيز ده موجود في الليفر والاديبوز تيشو وبيحول الدايهايدروكسي اسيتون فوسفيت لجلسرول فوسفيت. في بقى الرياكشن الثاني اللي هو بيحول الجلسرول لجلسرول فوسفيت بالجلسرول كاينيز ده مش موجود الا في الايه في الليفر اند كيدني. طب بعد بقى ما عملنا الاكتيف فورم بتاع الجلسرول وعملنا الاكتيف فورم اوف فاتي اسيد اللي هو الفاتي اسايل كو اي اللي هنكون ازاي بقى التراي اسايل جلسرول. ادي الجلسرول فوسفيت هبدا هنا الاكتيف فورم اوف جلسرول هبدا ادخل له هنا دلوقتي ادي هو جلسرول ادي سي اتش 2 او اتش سي اتش او اتش ده الكحول وسي اتش 2 او بس بدل ما يبقى المفروض سي اتش 2 او اتش ده جلسرول فهنا في مجموعه فوسفيت يبقى اسمه جلسرول فوسفيت. هبدا ان انا بالاسايل ترانسفيريز اللي هو ناقل للاسايل جروب ادي ار سي او او سي او اي اللي هو كو اي اللي هو الايه اسايل كو اي ادي اسايل كو اي فهو اسايل ترانسفيريز هياخد مجموعه الاسايل دي الكو اي يطلع وبتبدا الاسايل جروب تتنقل فين على اول واحده من اول كربونه من الجليسرول هشيل منها اتش هنا بتاعه الاو اتش ويبدا CH2O R CO خلاص يبقى نقلت الاسايل جروب لاول كربون من الجلسرول ده اسمه لايزوفوسفاتيتك اسيد. نيجي بعد كده باسايل ترانسفيريز برضو ينقل الفاتي اسيد الثاني هينقله للكربونه الثانيه هشيل H هنا من الاو H هنا في الكربونه الثانيه من الجلسرول او بمعنى اصح الجلسرول فوسفيت وببدا ادخل الاسايل جروب الثاني تاني فاتي اسيد مسك في الايه في الجليسرول ده عمل لي اسمه ايه داي اسايل جليسرول عشان في اتنين اسايل جروب وفوسفيت عشان هو لسه ماسك في الفوسفيت يبقى داي اسايل جليسرول فوسفيت بالاسم الثاني ليه اسمه فوسفاتيتك اسيد. نبدا بعد كده اللي ناقص عندنا ان انا اشيل الفوسفيت دي عشان احط الفاتي اسيد الاخير او الاسايل جروب الاخير. هبدا ان انا بالفوسفاتيز اشيل مجموعه الفوسفيت ادخل ميه واطلع مجموعه الفوسفيت بانزيم اسمه الفوسفاتيز بقى ده اسمه ما عادش بقى اسمه داي اسايل جلسرول فوسفيت بقى اسمه داي اسايل جلسرول يعني الجلسرول اللي ماسك فيه اتنين اسايل جروب او اتنين فاتي اسيد. فضل لنا تحت دلوقتي بقت سي اتش 2 او اتش هشيل ال H دي وادخل بالاسايل ترانسفيريز الفاتي اسيد الاخير برضه هدخل الاسايل كو اي هيطلع الكو اي واخد الاسايل جروب اركبها على ايه؟ اخر كربونه من الجليسرول
ادي هشيل الاتش اللي هنا وابدا احط الايه الاسايل جروب، فبقى اسمها تراي اسايل جلسو. Thank you and good luck.